السلام عليكم. السوبر التونسي، الترجي الرياضي، الاتحاد المونستيري، أول مقابلة رسمية من تاريخ 19 ماي 2021، وهو تاريخ آخر جولة في البطولة التونسية، يعني تقريبا 4 شهور بالتمام والكمال على المقابلة متاع اليوم. ممكن هذا سبب الريتم المتوسط اللي يظهر به الفريقين، وفي بعض الأحيان من المقابلة الريتم يطلع شوية، على خاطر مقابلة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المونستيري في العادة من أكثر المقابلات فرجة. مقابلة وفات بالتعادل الإيجابي 1-1 وبانتصار الاتحاد المونستيري عن طريق ضربات الجزاء، هدف الترجي الرياضي التونسي عن طريق محمد علي بن رمضان في الدقيقة 4، وهذا ما ينجم كان يخلي محمد علي ينسج على منوال الموسم الفارق. بعد ما سجل الترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأولى متاع المقابلة، قلنا المقابلة باش توفى بسكور، قلنا الترجي الرياضي التونسي باش يضغط على الاتحاد المونستيري لآخر دقيقة في المقابلة، لكن هذا الكل ما صارش. في المقابل هدف الاتحاد المونستيري كان عن طريق حسام تقاف دقيقة 31 من نفس الشوط، ومن رأيي الشخصي والكلام هذا ما يلزمني كان أنا، هدف الاتحاد المونستيري كان مسبوق بمخالفة على المدافع عبد القادر بدران. من رأيي مش هذا المهم، مخالفة مش مخالفة، مخالفة تسجل على إثر هدف، الترجي سجل هدف زوز، ما سجلش تحصر على كاس السوبر، ما تحصلش، على خاطر في الأخير كاس السوبر هو لقب رمزي لأكثر لأقل. اللي هم جماهير الترجي الرياضي التونسي كيفاش باش يكون مردود الفريق في أول مقابلة مع مدرب جديد راضي الجعايدي. يبدأ مدرب يحضر في فريق كما اللي صاير توا في الترجي الرياضي التونسي، مش مشكل في اللقب، المهم الأداء، على خاطر ساعات تحصل على لقب لكن شنو بعد اللقب بالأداء اللي قدمته في المقابلة هذيك، بالأداء اللي قدمته الجماهير تعرف انه ما ثم حتى شيء بعد اللقب هذيك، وهذيك علاش تلقى جماهير غاضبة. لكن في المقابل ساعات فريق ما يتحصلش على لقب لكن بالأداء اللي قدمه الجماهير تعرف انه الفريق ماشي في الطريق الصحيح. راضي الجعايدي وقت اللي جاء للترجي الرياضي التونسي جاب خطة باش يطور أداء الفريق، جاب خطة باش يغير أداء الفريق، جاب عقلية احترافية. جماهير الترجي الرياضي التونسي ما يعنيهاش اللقب المحلي ما غير أداء، جماهير الترجي الرياضي التونسي مستانسة بالألقاب المحلية، اللي يعني جماهير الترجي الرياضي التونسي لقب بالأداء، على خاطر الأداء هو اللي باش يوصل ترجي رابطة الأبطال الإفريقية، حلم المكشخين الكل. راضي الجعايدي نجم يخرج ويصرح ويقول ما يهمنيش في الوقت الراهن الألقاب، اللي يهمني هو تطوير أداء الفريق. راكي تبدأ تدرب في فريق في حجم الترجي الرياضي التونسي وتحب على مشروع وتحب تطور أداء الفريق، يلزم ألقاب مع أداء، كل شيء يمشي أم باراليل. ترجي ظهر اليوم بالرسم التكتيكي 4-3-3، شفنا اليوم أول ظهور رشيد العرفاوي واللاعب النيجيري أنايو إيوالا. بالنسبة لرشيد العرفاوي بالمردود الكبير اللي قدمه الموسم الفارط مع مستقبل سليمان، والمردود المحترم اللي قدمه اليوم في أول مقابلة ضد الاتحاد المونستيري، نتصوروا باش يكون عنده مكان في التشكيلة الأساسية متاع راضي الجعايدي مكان أنيس البدري. بالنسبة للمهاجم النيجيري أنايو إيوالا، مانيش باش نحكم على المردود متاعه في المقابلة متاع اليوم لسببين. السبب الأول أنه أول مقابلة بقميص الترجي الرياضي التونسي، وأكيد باش يتسلط عليه ضغط كبير برشا. الحاجة الثانية أنه أنايو إيوالا راضي الجعايدي اليوم شاركه كرأس حربة، وكنا نعرفوا أنه المهاجم النيجيري يلعب جناح أيمن ولا جناح أيسر. صراحة في 80 دقيقة اللي يلعبها اليوم ممكن على خاطر أول مقابلة، ممكن على خاطر تغير البوست متاعي، لكن بصراحة شفت لاعب عادي، شفت لاعب عنده برشا الزايد، عنده برشا الشوت بلغة الكرة. ساعات ترجي الرياضي التونسي يعمل هجمة سريعة، يتلعوك برشا بالكرة ويطبس راسه ويضيع على الترجي الرياضي التونسي هجمة ممكن من وراها تجيب فرصة خطيرة، وممكن من وراها يتسجل هدف. محمد أمين بن حميدة صاحب الأسيست، توزيعة بالمليمتر، قدم مقابلة محترمة هجوميا ودفاعيا، وما شفناش على الشيرة اللي صار متاعو، اختر كبير برشا رغم انه موجود لاعب في قيمة إدريس المحيرسي، لاعب الاتحاد المونستيري واللي معروف عليه الفنيات الكبيرة اللي عنده والمراوغات اللي عنده. ونتصور الترجي الرياضي التونسي بوجود محمد أمين بن حميدة ما عندوش مشكل على الشيرة اللي صار،
حتى لو غادر الياس الشتي. هذا فرديا، لكن جماعيا اليوم ما شفناش تناسق بين الخطوط الثلاثة، الهجوم ووسط الميدان والدفاع. عبارة الترجي الرياضي التونسي على الترجي الرياضي التونسي في حقبة معين الشعباني، عبارة ما شفناش تغيير مدرب، عبارة ما شفناش انتدابات جديدة. ممكن على خاطر هذه أول مقابلة مع راضي الجعايدي، وممكن أداء الترجي الرياضي التونسي يتغير من مقابلة لمقابلة، لكن بصراحة الترجي الرياضي التونسي في المقابلة متاع اليوم نتصوروا والحقيقة تقال ما اقنعش. اتحاد المنستيري، شفنا اليوم فريق متناسق، شفنا اليوم فريق واقف بالكدا فوق الملعب، وهذا كان يدل على الخدمة الكبيرة اللي قام بها مراد العقبي في فترة التحضيرات. الاتحاد المنستيري اليوم وقف الند للند قدام الترجي الرياضي التونسي، تقريبا سكر عليه جميع المنافذ. ضربات الجزاء اللي شفتها اليوم لملاعبي الاتحاد المنستيري بصراحة 5 ضربات جزاء تقريبا مشابهة، 5 ضربات جزاء تقريبا في الزاوية 90. هذا كان يدل انه الفريق حذر بالكدا، الفريق عنده ثقة كبيرة بروحه انه باش يوصل لضربات الجزاء، وصل وسجل وانتصر وتحصل على كاس السوبر التونسي. اتحاد المنستيري بالمردود الكبير اللي ظهر به اليوم قدام الترجي الرياضي التونسي، نتصوروا باش يكون رقم صعب في مجموعة ثانية من البطولة، المجموعة اللي تضم النادي الافريقي وتضم النجم الرياضي الساحلي، ونتصوروا باش يكون مراهن حقيقي على المرتبة الثالثة. اكيد كما حكيت في الفيديو السابق، هو ومستقبل سليمان اللي قدم مردود كبير برشا الموسم الفارض. بالهزيمة تاع اليوم الترجي الرياضي التونسي يلزم بأي طريقة، بطبيعة كي نقول أي طريقة، طريقة فوق الميدان، ينتصر على نادي الرياضي الصفاقسي في السوبر الجاي باش يدخل للبطولة وهو أكثر أريحية، على خاطر ينهزم اليوم ضد الاتحاد المنستيري وينهزم السوبر الجاي ضد النادي الرياضي الصفاقسي، أما دخله باش يدخلها راضي الجعايدي للبطولة. على خاطر بالمردود اللي قدمته اليوم راك في المجموعة متاعك في البطولة، راهي تنجم الأندية تتجرأ عليك، تنجم الأندية تقول الترجي الرياضي التونسي فريق وقف قدامه الاتحاد المنستيري، اللي ممكن أندية في المجموعة متاع الترجي انتصرت على الاتحاد المنستيري في البطولة الموسم الفارط، يقول لك علاش ليه ما نعملش تعادل مع الترجي الرياضي التونسي في المنزة في رادس، علاش ما نربحش الترجي الرياضي التونسي في بلادي. ويلزمه يعرف راهو العقلية في أوروبا مش هي بيدها العقلية في تونس. وفي الختام حظ موفق للأندية التونسية في رابطة الأبطال الأفريقية، أندية تونسية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخاصة حظ موفق للنادي الإفريقي في مجموعته الثانية في البطولة. وفي الختام تونس تعيش، وخاصة حظ موفق للنادي الإفريقي في مجموعته الثانية في البطولة. وفي الختام تونس تعيش.